السلام عليكم. اللهم صلي وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. موعد المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1445-2023 فلكيا في جميع الدول العربية والإسلامية. إليكم أيضا الأجازات المتبقية لعام 2023. قبل التفاصيل يا ريت ما تنسوش دعمكم لينا باللايك والاشتراك في القناة، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. لو بتشرفوني لأول مرة أتمنى عمل جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله ستنال إعجابكم. كل سنة وحضراتكم طيبين. المولد النبوي هو ذكرى سنوية يوم مولد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، يوافق 12 من ربيع الأول حسب أشهر الأقوال عند أهل السنة، و17 من ربيع الأول حسب المنظور الشيعي. تحتفل الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض بهذا اليوم، ليس باعتبار عيدا أو عبادة، بل فرحة بولادة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تبدأ الاحتفالات الشعبية منذ بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأيضا تقديم دروس في سيرته عليه أفضل الصلاة والسلام. أما عن موعد المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1445-2023 فلكيا، سيوافق فلكيا بإذن الله تعالى يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023. أما عن الأجازات المتوقية لعام 2023، الأجازة المقبلة ستكون بإذن الله تعالى موعد رأس السنة الهجرية، وستوافق يوم الأربعاء 19 يوليو 2023. ثم بعدها أجازة ثورة يوليو ستكون يوم 23 يوليو 2023. سينتهي عام 2023 بأجازة 6 أكتوبر التي ستوافق يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر لعام 2023. كل سنة وحضراتكم طيبين. انتظرونا بإذن الله بكل ما هو جديد. أتمنى لا تنسوا دعمكم لنا، والسلام عليكم.